da zo a italiya da shi ya samu kungar shi jikan shirin ne wadda na shaidar wadda su kuma jikan ba hama jamani ya zo ya ziyarce ku saboda hannu kuma ya kai wa malin ziyara na ji zuwa su ke ومعدني أسرارك ورسالة حجتك وعروسي مملكتك
واجمع بحضرتك وتعازم الككر وخزائن رحمتك ودليل شريعتك المتلذذ بتوحيدك انسان عين القصود وسبب لكل مشهود عين عيان حركك المتقدم من نور ديارك صلاة تدور بدوامك وتبقى ببقائك صلاة لا منتهى لها دون علمك صلاة تبقيك وتبقيه وتبدا بها عنا وعن والدنا وعن عزواجنا وسرياتنا يا رب العالمين ليس بطول من اثرهم اقوالهم وقد جاء ان العفو منه خليل بربهم ولزوجها فبجاههم وبعزهم اجب لنا الشرعية واغفر لنا بالخير ان لا لنا قسوة تهنئه ربي بمنحتي شفيع بمنطقه قديره عبيدها معقل ان يكون ربي بمنحتي شفيع ربنا صل على خير الانام من على السماوات الاولى باذن ربه العليم ان يطار به بمن اعتش به كما اتكى البديه حبيبها محمد ان يعطوا ربه بمرحه الشفيع بالمنطق البدري حبيبها محمد شهر الأولى وصدقه شهر النبي رحمته شهر النبي الأولي أن يقار جنه بمن أتش به بمن فتى المجد أحبيبها محمد تتبسله ربيعي بنيانك ربيعي بعبد وشهيري بكل عبد مؤمن أن يقار شهر الفرد شهر ذا مطرد وفخرنا والبرد شهر النبي الأبدي على قارب ببنى تشفى بمرتك عدد أبيبها محمد شهر شباب يوصل شهر به ستبتر وشهر بول الشهور ودوة المكلم على قارب صلوا عليه وهذا أتم الملل على قارب بمن أتش به بمن فتى المجد أحبيبها محمد أهلا بشار خاتم شهر النبي القاسم وفاتم وخاتم وآخر وأول على قارب بمن أتش به بمن فتى المجد أهلا بشار الناصرين أهلا بشار اللاعبين بالأرجاء شهر الفاخرين بكل وصل أقبلين أهلا بشار اللاعبين بالأرجاء شهر الفاخرين بكل وصل أقبلين أهلا بشار العادي بمنحة الرشادي وقائد وهادي إلى طريق المرسلين يا لها من غتا جوابه في الغتا
ربه فرقتا وشعل دينا تقبلي وحي عبد الخشفاء من ملك عمر سليم عن طاعته بملك شفاء بملك المدير عبد الله محمد وشعر حمير خلقه شعر تمهيد خلقه شعر العظيم الخلقي في المركب المنزلين عن طاعته لا هو الآخرين
علينا فقد نهينا بمركب المفتدين معسس الكل مقدمي المبجلين يا طالب بمراكز جبلين بمرتكه مدينه عبد الله محمد اقل بشار العجمين يبرم الشار الكرمي اقبل بعبد الحرمي مولد خير المرسلين يا طالب بمراكز Thank you.
لازم شرفت بالحواء
من روى أنها حملت أحمدا أو أنها بيد الفساد صلى الله عليه وسلم يوم نالت بوجهه ابنة وعد من فعال ما لم تنل النساء أتت يومها بأبدل مما حملت كف مريم أزرا أولاد وإزوداته وشفاتنا بقولها شفاه صلى الله عليه وسلم راهي أن رسله وفي ذلك الرفي إلى كل سبب الإماء رامقا ترفع السماء ومرمى عين من شاد بالغلال والألاء صلى الله عليه وسلم وقد الأسهر نجوز إليه فأداءت بدورها لم يظهر لم يوجد في فاس
ولا في عين الماضي ولا في موريتاني، بل منحها الله للشيخ إبراهيم رضي الله تعالى عنه. أكرموا ضيفكم، فإنه حل بنا كريم ابن كريم ابن كريم ابن كريم كما قيل في نبي الله يوسف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. نفركو shehun nawo da farko yana godiya ga Allah subhanahu wataala, bayan haka ya bimta ga salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, ga iyalansa dubbaki daya da wannan suka bi sunna na maiki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Radiyallahu an sahib al khatmiyati wal katmiyati maulana abul abbasi sheikh ahmad ke da makamomi guda biyu. Na farko makamul hatimi shine shehu Tijjani, makamul hatimiya shine shehu Tijjani har iyo. To shehu Tijjani yana kan makamomi ne guda biyu da yake cewa farjilaya ala rakbatu kulli walillahi min ladun adama ila nafi. Na'am. Wa radiyallahu an warithi sirrihi شيخ الاسلام وسعاده الانامي ولنا الشيخ الحاج ابراهيم بن يرس. تويدا الله تا شيني مغادين سرين تجاني idan ba musan shi ba shine maulan mu Sheikh Alhaji Ibrahim Anyas, Allah ya kara masa karam. Amma ba'du, nuhayyikum bi tahiyyati al-islam wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wato na farko bayan yayi muna basmala yayi hamdala yayi salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, yana mana gaskiya ta musulunci. Na farko ma abociya rahama da albarka ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Wa nuhannikum bi hululi shahri rabi'i al-awwal qa'idina bi Sheikh Ibrahim aniyan Ibrahim لاح هلال بدا لناظرين جمال فيه جاء محمد فتم لنا البشرى وعم نوال. شو يجي مولا ينعك سوكون وتا نرى بيو العوي ده شو ابراهيم ديوان ابراهيم لاح هلال يجيبك وفرشي يتبع مولمو jirin watan ya bayyana shine wannan wata al-awwal kai Ibrahim baya bacci. Wa najmu min Allah tabaraka wa ta'ala an yuni lana min barakati hadha ash-shahri wa khairatihi ma la 'aynun ra'at wa la udhun sami'at wa la khatara 'ala qalbi. Yace yana roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya mu albarkan wannan wata mai albarka, wata na Rabiul Awwal da samun maiki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Yace idan mutum ka samu wannan wata da ka samu wasu ni'imomi, abinda yake idanuwa bai taba gani ba, kunnu bai taba ji ba, ma bai taba darsuwa zuciyar wani. Wa kanni wa ana sami'u li qari'i Yake
yana masa kaman yana zaune ne a fadan nan na molan mu a shehara Ibrahim. Kuma kamar yadda yake jin masu yabo suna cire muryoyinsu Allah da mutu na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wai ka sina mithla hadhihi aljalsa mushrafa. Yace inda manyan khalifofi shehunai da khalifofi da sharifai suke zama a Madina ake karantawa shi haka yake gani a wannan farfajiya na Muhammadu Usmanu Sharif. Shabaha jalsatu bai wannan zama ta yi kama da wayannan zama da ake yi a birnin Madina Shehu Ibrahim da Allah ya faɗa gare shi. Wa hakat arkaru ta ce haka rai ta ake yi a birnin Madina Shehu ne. Fa qalat Sheikh Ibrahim yuhadirni fi nusitqin khalasu lahi qasdan lan namut wa lan nahya. Bai yana wa da baitin da Shehu Ibrahim ke cewa yuhadiruni fi nusidikin yace matasa masu karfi ko ga ce matasa masu gaskiya, so duk wanda yake da gaskiya yana da karfi. Yuhadiruni suna hadartu ni. Shehu Ibrahim yayi wannan magana daga kosi ne yace su wayannan mutanen nan sun tsarkake niyyarsu, sun tsarkake zuciyarsu, ba abinda suke nufafaci Allah subhanahu wa ta'ala. فالحمد لله الذي ربنا نعمه عدم التغيير وي ينا غودي والله سبحانه وتعالى نعم عدم ما ترى لنا الشيوخ عدم تعالى من شهود مخالف وكيو suka bar muna ba mu musanye komai akan sa ba kan irin ala hiba hadi sai kan haka yace jagora na wannan zaviya mazala ala nahji sheikhi yace bai gushe ba ya tabbata akan gudabin nan da Ibrahim ya yadda Allah ya tabbata gare sa zadahu Allahu sihhatan wa afiya wai malam Allah ya kara masa lafiya da yawancin rai wa kunna qabnati ila nasma'u an sati sheikh yace wabanin kasanga suma suna jin labarin shu laju walakin sati amma hadi tatlana an hada sati min yace wai wannan da muke yi ya tabbatar cewa da ake Madina hadi za khalifa Ibrahim wannan za ke nan na magajin shu babu wani kwankwanto wa zawiyat khalifati sheikh ni bila shak ce wannan zawiya ke nan shehu shehu tijani wa zawiyat habibi rasul sallallahu alaihi wasallam bila shak ya ce nan na masoyin maliki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu wani kwankwanto kalazu min Allah tabaraka wa ta'ala an yazidahu sihhatan wa afiya wai muna roƙon muna tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ya kara da malal lafiya da yawancin rai wa an yahfaza hadhihi zawiyatu kull man fiha kuma yana roƙon Allah Allah ya kara wannan zaviya ya karfafi wannan zaviya وان يديم مثل جلسات الذكر هذه التي تتنزل رحماته يتشي يلا فانو وانا زاوية تقوما كما يلا مكسام رحمة كي سوكا اسكو وانا زاوية وان يعيدنا الى مثل هذه الجلسات كرة بعد كرة ومرة بعد مرة شبنا ربو الله الله يساكي ما يبيتامنا زما وانا زاوية شوقي باي شوقي تقدم لكم التحايا اهل المدينة yace wai yana gabatar nuna da gaisuwa na mutanen Madinan Shehu Ibrahim bi haɗiha wa sama'iha
بأرضها وسمائها بمسجدها وبطريقها بخليفتها وبإخوته وبإمامها وبكل من ينتسبون إليكم محبة وشوقا ونزول الله تبارك وتعالى كما سهل لنا الجلوس هنا أن يسهل لنا الجلوس في مدينة رسول الله مدينة رسول الله ولا شك لم يخطئ المترجم لأن الشيخ قال ترى لها سر مدينة النبي خبثها تنفي بلا تريم قلتم أنكم لم تخطئوا عندما قلتم أقصد مدينة الرسول لكن قلت مدينة الشيخ وأنا أقول أنكم لم تخطئوا لأن الشيخ قال سرى لها سر مدينة النبي خبثها تنفي بلا تريم babu wani bankwato a cikin sa kuma ba wai yayi kuskure bane anta ma aka hina kala madina yani madinatu shaykh wa anta qulta madina yani madinatu rasul wa anta qulta madinatu kala laka ma akhtata na'am yani hakaza kala shi kala sirrul madinatu rasul sara ila madinatu yes yace wai maganan da yake na fada yace magana dangane ga madinatu shaykh ibrahim wai madina annabi yake fada amma wannan maganar nan da yake an fada bin shehu wai ba kuskure bane yace domin shehu ibrahim yayi magana yace domin sirrin madina annabi muhammad zai na zu madina da shehu alhaji ibrahim jas da Allah ya fada gare sa babu wani dauda babu komai a cikin sa sanaju min allah an yahaba lana barakata ziyarata madinatu shehu ibrahim wa ziyarata fas wa ziyarata madinatu رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب الله سبحانه وتعالى يا من الله يا سلام يا من الله مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم سيغير رمو الله على سنة موتك وإن سكزبو ما شكرا تيبو لما يكي الله صلى الله عليه وسلم موتيزا لكتجو وإن يبن سكين وإن يهبنا بركة قول الشيخ وتقبل أمداحي وتقبل من يحيي يتيينا رمو الله على من بيوا نوان يبو لوإن نام كسيدو لها جمرتا كل عامين وأنتم بأي خير والسلام عليكم yace yana muna bankwana yace Allah ya saka da dubin alheri kuma Allah ya maimaita kowace shekara mu samu irin haka shiru mun kuma muna godiya kwarai kwarai da irin kalma ma masu sada da ya ba mu wa kana afuna kabir wa yaqul nashkurukum bi kalimati wajiza allazi alqata bainana mu kuma al'ada da muka saba ya kamata in mun samu baki haka sun zo akwai al'ada da muka saba yi mu bada hadaya ba kudin suke bukata ba mu kawo mana ziyara kawai bukatun mu ya biya insha Allah shi yasa kowa ya kawo kowa ya sa hannu a dinu ya kawo hadayansa Ah. Um.